بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور، أصحاب الفضيلة العلماء وجميع شعب البحرين المخلصين الأوفياء. سيدنا والدنا الكبير، احنا طبعا في حضرة في مقامكم ودائما على متابعة يا سيدي. أبناؤنا على خط الحسين سائرين، ونتمنى ما قدمناه إلى هذا الوطن وفي موقف إلى هذا الشعب المظلوم، نحن على خطك يا سيدي يا أبا عبد الله سائرين. أبناؤنا هذا الجيل أصحاب خدام الحسين، هم من صنعوا أبناءنا، وعلى خط الحسين سائرين إن شاء الله. نحن لن نتراجع كما عاهدناكم يا سادتنا وقادتنا ورموزنا الأوفياء، نحن ما زلنا لكم مخلصين ودائما على خط الحسين أبا عبد الله سائرين. لن نتراجع ولن نكل ولن نمل، وأنتم كما ترون إن آباء الشهداء ما زالوا مع هذا الشعب صابرين ومحتسبين عند الله، وما زالوا مجاهدين. وكما وعدناكم يا سماحة السيد، أنت الأب الحنون، أنا شخصيا من المتابعين لتوجيهاتكم السديدة، وأقول وبكل صراحة يا سيدنا يا والدنا الكبير ومجموعة العلماء، مجلس العلماء الأوفياء وفي مقدمتهم آية الله أبونا الكبير الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله ورعاه، نحن أنتم من تأمروننا بهذا السلم، وما زال هذا الشعب الوفي الصابر على قياداتكم، ولن نتراجع. أنتم كما عاهدناكم يا سيدي، نحن على دربكم سائرين وعلى خط الحسين سائرين إن شاء الله. وإلى الأمام، هذا الشعب لن يتراجع عن حقوقه، ونعدكم ما زال الشعب الوفي المخلص ما زال متواجد، آباء الشهداء مستعدين لتقديم أبنائهم اثنين بالثلاثة للشهادة. نحن عندنا قضية، وهذه القضية لن نتراجع عليها.